زي ما قلنا يا شباب، درسنا اليوم لطلاب الصف الأول ثانوي المادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني، عنوان درسنا هو تمييز متوازي الأضلاع. نشوف مع بعض ونستعرض الأهداف لهذا اليوم. إن شاء الله في هذا اليوم راح نتعرف على الشروط التي تؤكد أن الشكل اللي أمامي هذا هو شكل متوازي أضلاع. إن شاء الله راح نتعرف على الشروط التي تؤكد أن الشكل الرباعي هو متوازي أضلاع، يعني كيف أحكم أن هذا الشكل هو إيه متوازي أضلاع. الهدف الثاني تحديد متوازي أضلاع، وأخيرا استعمال متوازي أضلاع لإيجاد مين القيم المجهولة. بإذن الله في نهاية هذا الدرس ثلاثة أهداف راح تكون إن شاء الله واضحة لكم جميعا. طيب نشوف مع بعض. أول سؤال عندي يقول لي اختر الإجابة المناسبة، كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع، وش راح تكون يا شباب؟ مين يقول لي؟ مين يقول لي؟ أعطوني الإجابة. الإجابة سي، ممتازين. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة سي، إذا كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع هي متطابقة. ممتاز. نشوف السؤال الثاني، كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع وش راح تكون؟ متكاملتان. تكون متكاملتان. ممتاز. إذا كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع راح تكون متكاملتان. ممتاز. طيب إيش يعني متكاملتان يا شباب؟ مين يقدر يقول لي ما معنى متكاملتان؟ مجموعهم يساوي 180 درجة. ممتاز. إذا مجموعهم يساوي 180 درجة. نيجي الآن لشروط متوازي الأضلاع. شروط متوازي الأضلاع، شوفوا معايا النظرية الأولى، يقول لي في الشكل الرباعي اللي أمامي هنا كل ضلعين متقابلين متطابقة. ممتاز. دام توفرت هذه الشروط إنه عندي ضلعين متقابلة متطابقة، إذا هذا الشكل راح أقول إنه مين؟ متوازي أضلاع. إذا هذا الشكل متوازي أضلاع. إذا من شروط متوازي الأضلاع رقم واحد، كل ضلعين متقابلين متطابقين. ممتاز. إذا نحكم أن هذا الشكل هو شكل متوازي الأضلاع. شوف المثال اللي أمامي، AB يطابق مين؟ يطابق المقابل له اللي هو DC. أيضا AD يطابق المقابل له اللي هو مين؟ BC. إذا تحققت هذه الشروط، إذا على طول أنت إيش تقول؟ تقول أن الأشكال اللي أمامي هذه أو الشكل اللي أمامي هذا متوازي أضلاع. أيضا من شروطه يا شباب يقول لي في الشكل المجاور، شوف الشكل اللي قدامي هذا الرباعي، كل زاويتين متقابلة وش فيها؟ متطابقة. ممتاز. دام كذا إذا هذا الشكل نقول عنه إيه؟ متوازي أضلاع. إذا هذا الشكل نقول عنه مين؟ متوازي أضلاع. مثال، هذه الزاويتين متطابقة وهذه الزاويتين المتقابلة متطابقة، إذا راح يكون الشكل اللي أمامي هو متوازي أضلاع. رقم ثلاثة يقول لي إذا كان قطران شكل الرباعي ينصف كل منهما الآخر، إذا هذا الشكل نقول أنه مين؟ متوازي أضلاع. يعني شوف عندك هذا القطر الأول وهذا القطر الثاني، كلا الأقطار ينصف كل منهما الآخر، كل قطر عندي هنا ينصف كل منهم الآخر، إذا هذا الشكل نقول عنه إيه؟ متوازي أضلاع. إذا هذا الشكل نقول عنه متوازي أضلاع. أخيرا إذا الشكل اللي أمامي هذا الرباعي فيه ضلعان متقابلان ومتوازيان، إذا تقول إنه هذا الشكل هو إيه؟ متوازي أضلاع. إذا كم عندي شرط يا شباب لتوازي الأضلاع؟ عفوا لمتوازي الأضلاع، عندي أربع شروط لمتوازي الأضلاع. الشرط الأول كل ضلعين متقابلين متطابقين، إذن هو متوازي أضلاع. الشرط الثاني كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، إذن نقول عنه متوازي أضلاع. الشرط الثالث
قطران. الشكل الرباعي ينصف كل منهما الآخر، إذا أيضا نقول عنه متوازي أضلاع. أخيرا كل ضلعين متقابلان متوازيان ومتطابقان، إذا هذا أيضا يمثل الشكل متوازي أضلاع. إذا هذه هي الشروط الأربعة لمتوازي الأضلاع. فاهمين يا شباب الأربعة دي؟ أحد عنده سؤال فيها الأربع شروط؟ طيب نكمل مع بعض. يقول لي هنا حدد أو تحديد متوازي الأضلاع، كيف أحدد إنه الشكل اللي أمامي هذا المجاور شايفينه متوازي أضلاع أو لا؟ وبرر الإجابة. نقرأ السؤال. حدد ما إذا كانت المعطيات التي على الشكل المجاور كافية ليكون متوازي أضلاع أم لا؟ وبرر الإجابة. يلا يا شباب، لو جينا لاحظنا الآن عندي ضلعين، الضلع من F إلى G قياسه 14 وأيضا من J إلى H قياسه 14، إذا أنا عندي ضلعين متقابلة متطابقة، هذا شرط ممتاز. عندي أيضا يا شباب الزاوية هذه الزاوية G زائد أو هذه الزاوية G زائد الزاوية H، مجموعهم كم يساوي يا شباب؟ 180. ممتاز، إذا مجموعهم يساوي 180 درجة. إذا أنا عندي زاويتين متحالفة متكاملة، عندي زاويتين متحالفة متكاملة. ممتاز، إذا نقدر نقول إن الشكل اللي أمامي هذا متوازي أضلاع. إذا نقول إن الشكل اللي أمامي متوازي أضلاع. ممتاز، هذا يا شباب حددوا هل الشكل اللي أمامي كافي ليكون متوازي أضلاع أم لا؟ وبرروا الإجابة. ليه يا أحمد؟ السبب مين يقول لي السبب؟ ها يا بنا، طب إيش السبب إنه متوازي أضلاع؟ ما هو السبب إنه نقول إنه الشكل هذا متوازي أضلاع؟ كل ضلعين متقابلين متطابقة. ممتازة، إذا كل ضلعين متقابلة متطابقة، إذا الشكل الرباعي متوازي أضلاع. السبب كل ضلعين متقابلة فيه متطابقة. كيف؟ والله شوف الضلع الأول لو سميته أنا مثلا، سميت هذا إيه؟ سميت هذا بي سي ودي مثلا. اي بي، هاي يا شباب شايفين اي بي، وهذا الثاني سي دي. الاول ب 12 واللي طلع عليه ايضا بكم؟ ب 12. اذا هذه الاثنين متطابقه. نجي اللي بعدها اي سي والثاني بي دي، الاول ب5 والمقابل له بكم؟ ب5 ايضا راح تكون ايه؟ راح تكون متطابقه، ايضا راح تكون متطابقه. ممتاز، اذا الشكل الرباعي يمثل متوازي اضلاع. ليه؟ لانه كل ضلعين عندي متقابله وش فيها؟ متطابقه، كل ضلعين متقابلين متطابقين. ممتاز، يقول لي هنا استعمل متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة. استعمل متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة. عندي الآن هذا القطر الأول وهذا القطر الثاني. شوف القطر الأول من F إلى K قياسه بكم؟ هذا الجزء 3X ناقصا 1، وهذا الجزء يا شباب كم قياسه من K إلى H؟ 2X زائد 3، صح؟ 2X زائد 3. طيب من J إلى K كم يساوي يا شباب؟ 2Y ناقصا 6Y، عفوا ناقصا 2، 6Y ناقصا 2، والأخيرة هذه
أربعة واي ممتازين زائدا ثلاثة. لما يقول لي أوجد قيمتي إكس واي بحيث يكون الشكل متوازي الأضلاع، إذن هذه القيمة اللي هنا هذا الجزء يطابق مين؟ هذا الجزء. والجزء اللي هنا يطابق مين؟ الجزء اللي هنا. ممتاز، سوف أشر لكم عليها الآن. إذن أنا أقدر أساوي القيمة الأولى اللي هي 3x ناقصا 1 بمين؟ ب2x زائدا 3 لكي أجد قيمة x، وأساوي مين؟ 6y ناقصا 2 بمين؟ ب4y زائدا 3. ليه؟ لإيجاد قيمة مين؟ لإيجاد قيمة الواي. ممتاز، نجي الآن نعوض. يقول لي أول شيء نوجد قيمة الإكس، إذا نعوض عنها يا شباب. كيف؟ إف كي يساوي كي إتش، عوض الآن تعويض مباشر. 3X ناقصا 1 يساوي كم؟ 2X زائدا 3. خلي المجاهيل في طرف، خلي الأعداد في طرف آخر. 2X هذه وداها الطرف الثاني بإشارة إيه؟ بإشارة سالبة. صار 3X ناقص 2X بكم؟ بإكس واحدة، صح ولا لا؟ بعد كذا سالب واحد نوديه الطرف الثاني بإشارة إيه؟ إشارة موجبة، تصير إكس تساوي كم؟ الأربعة، تصير قيمة الإكس ساوت الأربعة. نحل الثانية، يلا أوجد قيمة الواي. أكتب قيمتهم الاثنين مع بعض، 6y ناقص 2 يساوي 4y زائدا 3. خلي المجاهيل في طرف، خلي الأعداد مين؟ في طرف. يلا 4y بنوديها الطرف الثاني بإشارة سالبة. صار عندي 6y ناقص 4y بكم؟ 2y. ممتاز، سالب 2 نوديها الطرف الثاني بإشارة مين؟ موجبة، يصير عندي كم؟ 2y يساوي 5. الآن نقسم الواي على 2 ونقسم هنا على كم؟ على 2. تطلع عندي قيمة الواي بكم؟ ب2.5. تطلع عندي قيمة الواي ب2.5. نتأكد من حلنا يا شباب. خذ الاكس هذه تساوي 4، عوض هنا في هذه القيمة. 3x ناقصا 1 يعني 3 في 4 بكم؟ ب12. ناقصا 1 بكم؟ 11. إذا قيمة اف كي 11. طيب نيجي الثانية نعوض فيها. 2 في 4 بكم؟ ب8 زائدا 3 ب11. إذا أيضا هنا القيمة كم تساوي؟ تساوي 11. إذا هذا شوف الجزئين، هذا يطابق اللي هنا، طلعت كل قيمهم ب11. وأيضا لو عوضنا يا شباب 2.5 راح تطلع أي متطابقة. نجرب 6 لما تجي تضربها في 2.5 كم راح يديك يا شباب؟ 15، صح ولا لا؟ 6 ضرب 2.5 ب15 ناقصا 2 راح تساوي كم؟ 13. إذا راح تساوي الأولى 13 اللي هي من جي إلى كي، هذه هي 13. تعال للثانية، 4y زائدا 3، أضرب الأربعة في مين؟ في 2.5، كم يعطيك؟ بيعطيك 10 زائدا 3 بكم؟ راح يعطيك 13، 10 زائدا 3 تعطيك 13، إذا هذه ب 13 أيضا، إذا هذا الجزء أيضا يطابق هذا الجزء. إذا عندي شباب إيه؟ الشرط تحقق، إنه عندي القطران ينصف كل منهم الآخر، إذا الشكل اللي أمامي متوازي الأضلاع. ممتاز؟ أحد عنده سؤال هنا؟ أحد عنده سؤال يا شباب هنا؟ طيب ممتاز، نروح لمسألة جديدة. في الشكل المجاور أوجد قيمتي X و Y بحيث يكون الشكل الرباعي مين؟ متوازي أضلاع. أنت على طول تقول له إذا تبغى الشكل هذا متوازي أضلاع يجب أن تكون كل زاويتين متقابلة، وش فيها؟ كل زاويتين متقابلة يجب أن تكون متطابقة، إذا هذه الاثنين يجب أن تكون مين؟ زوايا متقابلة متطابقة. عوض الآن،
وين تكون؟ الأولى لما نوجد X 56 لازم تساوي كم؟ تساوي 7X. تقسم الطرف الأول على 7، تقسم الطرف الثاني على كم؟ على 7، تطلع قيمة X بكم؟ ب8. إذا طلعنا قيمة X ب8. طيب عشان تتأكد من حلك في الإكس، هذه ب 56 و7 ضرب 8 بكم؟ راح تعطيك كم؟ 56. إذا هذه القيمة طلعت بكم؟ ب 56. إذا أنا عندي الآن هذه الزاوية مع هذه متقابلة متطابقة، باقي نسبة مين؟ باقي نسبة الواي. يلا تعال أوجد قيمة الواي. يلا ساوي 2 ببعض، 5Y ناقص 26 ب4Y زائد 4. خلي المجاهيل في طرف، نخلي المجاهيل في طرف، ونخلي الأعداد مين؟ في طرف. يلا صار عندي 5Y ناقص 4Y و سالب 26 نوديها الطرف الثاني زائد 4. صار عندي 5y ناقص 4y بy و26 زائد 4 بكم؟ ب30. عوض عندي يا شباب ايضا هنا، راح تطلع يا شباب انه الزاويتين هذه وش فيها؟ راح تطلع انها متطابقة. ممتاز. اذا لما تكون الاكس تساوي 8 ولما تكون الواي تساوي 30، اذا الشكل الرباعي راح يكون مين؟ راح يكون متوازي اضلاع. اذا الشكل الرباعي راح يكون متوازي اضلاع. ممتاز. حدد من المعطيات ما اذا كان الاشكال اللي امامكم واحد منهم متوازي اضلاع او لا. مين يقدر يقول لي واحد من الاشكال الاربعه اللي امامي متوازي اضلاع؟ دي. ممتاز يا احمد وعلاء، دي قلت كلكم انه متوازي اضلاع. طيب هنا يا شباب نبدا نحلها واحده واحده، نشوف اي هذا 1.5 وهذا 4.9. ها اذا هنا اختلفت الشرط، شايفين الشروط هنا اختلفت، اذا هذا لا يمثل. نيجي البي، قال لك هذا يطابق اللي هنا، ممتاز، لكن هذه وهذه شايفينها بكم ادك اياها؟ ب7 و7 صح؟ ممتاز. لكن هذا القطر اللي هنا لا ينصف كل منهم الاخر، ليه؟ لانه ما اعطاني قيمته ولا وضح لي انه ايه منصف. اذا هذا غلط. ممتاز. هنا اعطاك انه هذه ب4 واعطاك اللي هنا ب4. ممتاز، عندي ضلعين متقابله متطابقه، لكن انا ما عندي المعلومه هذه ولا المعلومه هذه اللي تؤكد لي ان الاضلاع هنا مين؟ متطابقه. اذا هذه ايضا غلط. لكن شوف الدي، اعطاك القطر الاول لو قلنا اي بي، هذا الاي بي قلنا مثلا، شوفوا معايا انه الجزء هذا مطابق لهذا الجزء، ولو قلنا هذا سي دي اداني انه الجزء هذا ايضا مطابق لهذا الجزء. اذا هذا الشكل نقول عنه مين؟ متوازي اضلاع، نقول انه متوازي اضلاع. ممتاز. يقول لي هنا في الشكل المجاور اوجد قيمة X بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي اضلاع. طيب عشان نوجد قيمة X يا شباب، هذه خلاص انا منتهي منها، قال لي انها متوازية ويعني خلاص هذه منتهي منها، انت بس عندك للX، خذ الطرفين وساويهم ببعض، 2X زائد 9 يساوي كم؟ X ناقصا او عفوا اكس زائدا كم؟ 11. خلي المجاهيل في طرف وخلي الاعداد في طرف، يعني 2x 2x ناقصا اكس يساوي كم؟ 11 ناقصا 9. ممتاز. اذا 2x ناقصا اكس بكم؟ باكس واحده يساوي 11 ناقصا 9 بكم؟ ب2. اذا قيمه الاكس راح تطلع بكم؟ ب2. قيمة الاكس راح تطلع ب2. نتأكد من حلنا، 2 في 2 ب4 صح؟ و4 زائد 9 13. طيب هنا
هنا اكس زائدا 11، يعني 2 زائدا 11 بكم؟ ايضا راح تطلع ب 13. اذا القيمه اللي حتخلي الشكل اللي امامي متوازي اضلاع انه الاكس يجب ان تكون بكم؟ باثنين. يجب ان تكون الاكس قيمتها باثنين. اذا اليوم درسنا يا شباب ثلاثة اشياء مهمة، اللي هي شروط متوازي الاضلاع، تحديد متوازي الاضلاع، وكيف استعمل متوازي الاضلاع لايجاد مين؟ القيم المجهولة. قلنا يا شباب هذه شو الشروط اللي امامي؟ يجب ان يتحقق عشان اقول انه هذا الشكل متوازي اضلاع. ايش هي الشروط؟ اذا كان كل ضلعين متقابلين متوازيين، كل ضلعين متقابلين متطابقين، كل زاويتين متقابلة متطابقة، وقطراه ينصف كل منهما الآخر، وأيضا إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيان ومتطابقان. إذن هي هذه الشروط التي تحقق من متوازي الأضلاع. ممتاز.